طبعا نحن كلنا ضد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والمرأة بشكل أجمع تقف وقفات احتجاجية وإضرابات مشان حرية القائد، كونه هو يلي فتح الطريق لحرية المرأة وتحريرها من العقلية الذكورية وخلاها تدخل كتير مجالات مثل السياسي والعسكري والفكري. مثل ما بنعرف كل الجهات عم تحاول انه تحط القائد تحت الرقابة المشددة، وما عم يخلوا انه حدا يشوفه، لانه هو يلي لقى حل قضية الشرق الاوسط بشكل عام. هدف الدول الرأسمالية والمهيمنة هي استمرار النزاعات والمشاكل، يعني بحجة انه بدهم يرسموا خارطة جديدة للشرق الاوسط، فلحتى تضل المشاكل والنزاعات بين الشعب وكل المكونات. ولكن فكر القائد وفكر الأمة الديمقراطية هو أنه تضل المكونات كلها متكاتفة ويعيشوا مع بعض، يعني إذا صار هالشي ما رح يضل مشاكل، ما رح يضل هالشي. ولكن خلال هالعشر سنين الأخيرة الدول كلها فرضت عزلة مشددة يعني على القائد لحتى ما يوصل فكره للشعب، ففرضوا عليه العزلة المشددة، ومع هيك فكر القائد عم يوصلنا وأفكاره عم توصلنا. هدف الدول المهيمنة إنه المرأة ما تأخذ حريتها بالشكل المطلوب، ويلي هو إنه ما تتساوى مع الرجل بالحياة العامة وما تأخذ دورها خاصة بالمستويات السياسية، لأنه المرأة هي اللي بتقدر توازن بين الأمور وتقدر تلاقي أفضل الحلول. كمان يعني هدفها انه المكونات ما تتكاتف. عم تحاول الدول الرأسمالية والمهيمنة زرع فكر الرأسمالية بعقول كل فرد من افراد مجتمع الشرق الاوسط من الاف السنين، وكان هالشي تأثير كبير على المجتمع، مثل ما عم نلاحظ انه مجتمعنا صار يقلد الغرب بالعادات والتقاليد مثل الموضة يلي عم تنشرها مشان تبعد الفرد عن جوهره وتتحكم بتفكير عن طريق التكنولوجيا وتبعد الفرد عن المجتمع الطبيعي يلي بيتبع له. بس الشيء يلي ما قدرت انه الدول المهيمنة مثل تركيا وغيرها انه تفشي هو نشر فكر الأمة الديمقراطية، ما قدرت توصل لهالشيء، وفكر القائد ضل عم يوصلنا. القائد عبد الله أوجلان من سنة السبعينات وهو عم يحاول يحل القضية الكردية ويوحد كردستان ويضم الأربع أجزاء لبعض، لكن بعد ما الأحداث والتغيرات يلي صارت القائد غير مسار قضيته وصار يوحد كل الشعوب والمكونات ويرجعها لمجتمعها الطبيعي، وما يخلي الرأسمالية تفرض حالها على مجتمعنا. ومع مرور الوقت بدأت المكونات يلي بالمنطقة تتأثر بفكر القائد وتفهم استراتيجية الدول المهيمنة باستغلالها للشعب لحتى تمشي مصالحها الشخصية. وأخيرا يعني نحن كمثقفين ندين ونستنكر العزلة على القائد عبد الله أوجلان، ورح نضل نذكره وندعم تفكيره وكل الشيء اللي قدم لنا إياه بأقلامنا بشغلنا اللي عم نساوي. من أهم أهداف المؤامرة الدولية التي تطرق لها الغرب من خلال العزلة المفروضة على القائد والمفكر عبد الله أوجلان هي لحد من نشر الإنسانية التي يسعى إليها عبد الله أوجلان من خلال مشروع الأمة الديمقراطية الذي هو أسسه وتبنى فكره ونشره في الشرق الأوسط، بل أن هذه العزلة طورت من خلال نهج وأفكار القائد عبد الله أوجلان من خلال وجعلت منها منبرا لرفض هذه الأفكار إلى المجتمع في الشرق الأوسط من خلال مرافعاته الأخيرة التي قدمها للمجتمع كافة. هو فكر متوسع على يشمل كل المكونات بكل أطيافها بكل عقائدها، ولا تتضمن مكون واحد أو فكر واحد أو عقيدة واحدة، لأنها تحارب الرأسمالية ولأنها تسعى لنشر مجتمع يسوده العدل والمساواة وتحرير الشعوب من القيد الموجود لديها من قبل الحكومات والسلطات الراعية للرأسمالية.
لأن هناك مصالح دولية تمارس ضغوطاتها الدولية على المنظمات الإنسانية للحد من مطالبها بفك العزلة عن القائد والمفكر عبد الله أوجلان، مما جعل منها تتخاذل في هذا الأمر. على المجتمع الدولي أن يقف وقفة حق تجاه هذا الإنسان الذي تمارس بحقه أقصى أنواع العقوبات والتعذيب دون إشارة واضحة أو اتهام واضح أو ذنب يذكر. على العكس تماما، نحن نرى أن هناك تخاذل كبير من قبل المجتمع الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يقف وقفة حق إنسانية تشمل حقوق ومطالب أي إنسان مشروعة. علينا بزيادة الوعي وقراءة الأمور وترسيخ نهج وفكر الأمة الديمقراطية، لأنها الملاذ الآمن لتحقيق حياة مستقلة بعيدة عن الشوائب الرأسمالية. أناشد كل المثقفين أن يقفوا وقفة واحدة ضمن مخاطبة المنظمات الحقوقية والإنسانية لفك العزلة الإجبارية عن القائد والمفكر عبد الله أوجلان، والوقوف وقفة واحدة لتحقيق الحرية للقائد عبد الله أوجلان، لأنه يمثل كافة الشعوب بكافة المكونات بكافة أطيافها. فيه دلالة واضحة على نهج الدولة التركية في ممارسة شتى أنواع التعذيب وافتقارها للإنسانية لكبح إرادة وفكر القائد عبد الله أوجلان. ولكن أنا هنا أنوه أن إرادة القائد عبد الله أوجلان هي أسمى من أن تكسر.